نعم. هو طبعا السنه اللي فاتت كان سياده الرئيس كان جه عندنا افتتح الاستاد، وكنا مجهزين له يخت سياحي، ده كان متصنع في يعني اول يخت سياحي صنع في مصر حلو. في يخت تسخانه يخت جنوب السويس. يخت يخت من اليخوت اللي احنا بنشوفها في التلفزيون دي. يعني طبعا احنا يعني دايما كان سياده الرئيس يقول لازم قناه السويس بالذات يعني تمتلك القدره، تمتلك احسن حاجه عندها، لان طبعا اليخت ده بيبقى موجود في رؤساء دول بيجوا يزوروا قناه السويس، يزوروا قناه السويس اللي يعدوا فيها، في وزراء بيجوا من انحاء العالم كله. ولكن حلو. برضو الحاجه اللي اليخت اللي عندنا كان بقاله مده كبيره من الثمانينات، فكنا بنفكر ان احنا نعمل، فسياده الرئيس كان يشتري من بره، فانا قلت له يا فندم انا عندي مقترح، ومعانا راجل تستنى جنوب السويس بيعمل اليخوت دي وعنده خبره وممكن يطلع حاجه كويسه. قال لي انت ضامنه؟ قلت له والله يا فندم انا ضامنه. قال لي خلاص على مسؤوليتك. عملناها فعلا والحمد لله طلع حاجه فاخره تضاهي الحاجات اللي بتتعمل بره في اوروبا. بل بالعكس يمكن دلوقتي كمان الطلب عليه ان هو من اوروبا، من ناس كتير موجوده ان عايزين منهم من هذه اليخوت. فدي كانت بدايه المشروع يعني. يعني احنا توسعنا في القصه دي. طبعا قال لي اعملوا شراكه معاه واشتغلوا في موضوع اليخوت دون، حلو. وتصنيع اليخوت يبقى في عنده وعندكم في قناه السويس. وده فعلا بدانا المشروع دون، وبدانا موضوع الشراكه لسه صحيح ما انتهاش، شغالين فيه. في وسطه كده كانت سياده الرئيس قال برضه طب احنا عايزين نعمل بلانسات صيد للبحيرات. حلو. الصيادين في البحيرات بيعانوا، فاحنا عايزين نرفع من مستواهم والدخل بتاعهم، ونديهم برضه زي ما طورنا البحيرات نطور البلانسات بتاعتهم ونرفع مستوى المعيشه بتاعتهم.